بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده والكره دائما مع شوبير، وبرحب بالاذاعه الرياضيه السودانيه اللي هتكون موجود معانا، تكون موجوده النهارده معانا ايضا على الهواء. ده تقرير بسيط للي حصل. احنا هنا اتهمنا على مدى اكتر من شهر ان احنا بنقوم بحملات تهدئه، وان احنا بنحاول نلطف الجو، وبنحاول يعني نخلي الامور جيده بالنسبه لمنتخبنا الوطني. رغم ان كلنا كنا في مركب واحده، السيد احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، واتصالات مستمره مع رئيس الوزراء الجزائري. السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجيه، واتصالات مستمره مع وزير الخارجيه الجزائري. السيد حسن صقر، واستقبال للسفير الجزائري، واستقبال لمحمد راوراو رئيس الاتحاد الجزائري، في حضور سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. مصر كلها من اولها لاخرها، من اولها لاخرها، من كبيرها لصغيرها، عملت كل شيء من اجل تقديم كل شيء للمنتخب الجزائري. ما عملناش اي حاجه، ما فيش اي حاجه غلط عملناها، يعني زي ما بيقولوا قدمنا سبت وحد وكل يوم اسبوع، ولكن ما فيش فايده. وهقول لكم شويه حاجات بالصور النهارده عشان تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. ما تاخرناش وما تكلمناش، بل درينا وقمنا بمبادرات وزورنا واتكلمنا وعملنا برامج، وقلنا ان الدنيا ماشيه كويس، وقلنا اذا كسبت مصر وده امالنا كلنا هنشجع مصر، واذا راحت الجزائر نقف ورا الجزائر. ده كان يعني اللي بنقوله قبلها، لكن ما تصورناش ان مباراه كره قدم تتحول الى معركه حربيه. ما تصورناش، انا عندي الارقام الرسميه اللي وصلت السودان. وصل السودان 9400 مشجع جزائري على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية. وصل السودان للأسف 2600 مشجع مصري، وفي قول آخر 3200. دي قصة كبيرة هنتكلم فيها إزاي بعد كده نقدر ندير موضوع زي ده. ومع ذلك في مصريين موجودين هناك، وفي إخوة سودانيين محترمين جدا، كان قلبهم وعقلهم وروحهم وكل حاجة بصراحة موجودة مع المنتخب الوطني المصري هناك، وعوضوا غياب المشجعين المصريين عن السودان، لانه مصر والسودان بلد واحد طول عمرها، طول عمرها. السودان هي مصر ومصر هي السودان، ومحدش يقدر يتكلم في ده مهما الناس راحت ومهما الناس جت ومهما الناس حاولت توقع. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه في بعض الاعلاميين المصريين بس قالوا يعني قالوا علم اتحرق، وقالوا فانيلا، كلام صغير يعني مش كلام كبير يعني. لكن اللي حصل خطة منظمة مدبرة، أنا الحقيقة بحييهم عليها، عملوها بذكاء وعملوها ببراعة شديدة جدا، منتهى البراعة اللي خلقها ربنا. وقادتها بعض الصحف الجزائرية بمنتهى البراعة، بمنتهى البراعة والحنكة. ودايما الايه، اصل احنا ما عندناش فضائيات، واحنا ما عندناش الاعلام بتاعكم، انتوا عندكم جرايد قد كده، وانتوا عندكم قنوات قد كده، واحنا ما عندناش قد كده. لكن اللي حصل، وزي ما قريت في التصريح الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، بحاول اجيب السيد السفير حسام زكي بس تليفونه مقفول، رب يكون سامعني ويفتح تليفونه، انه رسائل بتتبعت للشعب الجزائري، اصل عايزين نسأل عن عدد القتلى، اصل الميتين فين، طب هيروحوا امتى، طب هيرجعوا امتى. وبعدين نفي ايه؟ نفي متدلع، نفي ماسخ. مفيش قتلى، لا بنشوف، طب ابعتوا لنا، طب قولوا لنا، طب خلوا لنا، طب سووا لنا. وتأجيج مشاعر تزيد، واحنا في مصر الحقيقه مش واخدين خوانه. لقاء اشقاء، والاحسن يصعد، واللي يفوز نبارك له، واللي يفوز نهنيه، ومنتخبنا اتحرك تاني يوم، وهم طلعوا من هنا على السودان حقهم، مفيش ادنى مشكله، مفيش حاجه خالص. لكن اللي انا شفته بعيني، ودي مناظر انا مش عايز اقولها يعني، انا بس مجمع لكم شويه صور كده، كمان شويه هعرضها لكم يعني. اما اشوف علم بلدنا وبعض الاخوه الجزائريين بيتبولوا عليه، دي صور موجوده، انا مش هجيب الصوره اللي كانت موجوده قبل كده، العلم والعربيه بتدوس عليه وبتحرق، ده علم بلدي، علم مصر، مش هجيبه، ما اقدرش اجيبه على الهواء. ده علم بلدي، ده رمزي، رمز مصر، علم مصر ورمز مصر، زي رئيس مصر، محدش يقدر يقرب منه ولا يقدر يقرب من العلم. يعني شفت العلم بيتم التبول عليه، شفت العلم وبيتحط تحت العربيات والناس بتدوس عليه، شفت العلم وهو بيتحرق، حتى ان العلم اتحرق هنا في استاد القاهرة وطنشنا،
قلنا لا ما خدناش بالنا، مش واخدين بالنا. واتقالت في البدايه لما جبت الفنان ايهاب توفيق على التليفون قال يا كابتن شوبير العالم المصري بيتحرق، انا عملت ان انا مش واخد بالي، عايزين نعدي اليوم على خير، كان عندنا امل نكسب من هنا ونعدي وما نديش فرصه، يعني كان ربنا يكرمنا بثلاث اجوان ونعدي وما نديش فرصه، كانت قريبه بكره بركات، لكن ربنا ما اردش. طيب خلص موضوع العالم، خلص موضوع الشتم، خلص موضوع السب، خلص موضوع البنت اللي نزلت تضرب المصريين في الملعب هنا وسكتنا خالص ما فتحناش بقنا. اتهمنا على مدى اكتر من شهر ان احنا بنقوم بحمايه من كبيرها لصغيرها، عملت كل شيء من اجل، ما عملناش اي حاجه، ما فيش اي حاجه غلط عملناها الا معركه حربيه. ما تصورناش، انا عندي الارقام الرسميه بصراحة اللي وصلت موجوده مع المنتخب الوطني المصري، عندكم جرايد قد كده وانتوا عندكم قنوات قد كده واحنا ما عندناش قد كده. لكن نفي ماسخ، ما فيش قتله، لا بنشوف. واتقالت في البدايه لما جبت الفنان ايهاب توفيق على التليفون قال يا كابتن شوبير تصفيات كاس العالم اللي فاتت ما كانش لينا، كنا شويه كده من العنف اللي بيحصل هناك، عشان تعرفوا انه في 50 سياره وحافله في نفس الموسم. الشرطه الجزائريه في الموسم رحمه ربنا بينا، بقولها لا ده انا ايه كمان، ده المشجع المصري وقف في المدرجات بعد ما خسر وقف في ايدنا مشكله خلاص، واللعيبه بتاعتنا مفيش لعيب مثلا مصري ايه. الموضوع الثالث صورتنا في الخارج، بعض الوكالات وبعض البرامج تزعل. انت بتكسر المحلات المصريه ليه؟ ليه بتكسر محلات وبتكسر وجهات محلات ليه؟ وخلي بالكم، خلي بالنا من الكلام ده، قول صرخ صرخ اصرخ باعلى صوت. اعتبار هيجي بالاعلام، والاعلام المصري لابد انه يتوحد، جزائريين وكل خلاص اتحطم انتهى، كل سنه وانت طيب، كل سنه وحضرتك، قال اهو ده برضه هناك خلي بالك، ويقول لك احنا معاك وحابين رئيسنا وحابين نظامنا واحنا عارفين احنا بنعمل ايه، ما حدش يجي يتكلم عندنا القصه دي، مالكش دعوه، ابعد عنها خالص، مالكش دعوه خالص، احنا عارفين دلوقتي. بعدين يفرضوا ضرائب 600 مليون دولار على بعض الشركات المصريه، هي اجواء منتخب بلدي عشان ينجح. سافر يا ابن مصري، حد يمس اي حد، اي حد على مصر في سوق، عربيات الامن المركزي واقفه والناس بتصور والناس بتبين لك اللي حصل اطلاق، ورغم ان الولاد برضو كانت نيتهم سليمه انه مش عايزين يروحوا بلد او تظهر على وجه الارض، واحنا رحنا سنه 90 وشرفنا، شرفنا دون هزيمه وبتعادل واحد مع المنتخب الزامبي، كنا 3-0 في الجزائر ومحدش قال للجابونين انتوا كسبتونا ليه. في 2004 في تونس ربع النهائي خسرت قدام المغرب 3-1، هم دول اللي بيطبطبوا؟ قلنا وعملنا تقارير وكتبنا، وفاروق جويده عمل قصيدتين رائعتين من الشعر، جاب تيشيرت ولا واحد قال مش عارف ايه ولا واحد قال كلمتين، لكن ما وصير، واتفرجت على حاجات كتير، لكن انا بقوله واللي انا اللي انتوا شايفينه جديد، لان ما حد، احنا مش هنمشي الا لما ناخد المصريين صحر الهواري وبوتريكا وحسنين حمزه، قال لك اللي يجي لحد ما نملى الطياره على اخرها، ولا قوات بحريه ولا غواصه تحت الارض، وادي الجماهير، ولا مصري هيكون قلبه مع الجزائر في كاس العالم. سياده اللي هو صفي، الناس كلها في ايه؟ ليه يا جماعه؟ ليه؟ اهو قادر محور لازم اتكلم فيه. الاخوه في السودان من ساعه ما نزلنا حد مش عارف ايه، ودعوات الراجل كتب في اخر، قال لك عفو.